ما حصل في انفجارات من هجوم إرهابي سواء أمس أو اليوم هو يعني عمل مدان ومرفوض، ولهذا الحديث عن مخاطر موجة من الإسلاموفوبيا له ما يبرره. ومن هنا كنا يعني حريصين على إبراز ضرورة عدم الوقوع في الخلط بين الإسلام والإرهاب، ولهذا نعتقد بأن هذه مسؤولية جماعية لمواجهة أي خطر جديد يعطي وقود لتنامي مشاعر العداء للمسلمين. والمغرب بحكم وجود شريحة واسعة من المغاربة مقيمين خاصة على مستوى أوروبا، نحن معنيون بهذا الأمر المرتبط بمخاطر انتشار الإسلاموفوبيا وتناميها وما ينتج عنها من أعمال عنفية وعدائية. لذا كنا حريصين على التأكيد على هذا الأمر، حريصين على التأكيد عليه، يعني العمل على الوقوف في مواجهته.